انا ما بدي احط الدكتور البخاري السفير البخاري بوجه يعني سليمان الفرنجيه. طبعا في مسافه بينه وبين حزب الله واضحه، بس السفير البخاري وقت الانتخابات النيابيه يعني كان يعني عمل عمليه تحفيز انه شاركوا هذا الانتخابات لها دور، صار في مشاركه، كانوا عمليه اذا بدك كان في حاله وهن عند مخلفات 14 اذار، كانوا بحاله انحلال، هو عمل عمليه تحفيز. بس اليوم كمان اليوم هن عندهم حلفاء، يعني الدكتور جعجع اليوم اخذ 170 الف صوت عند المسيحيين، يعني اخذ 70 الف صوت اكثر من التيار، عنده 18 نائب بيور ما باصوات صافيه. المفترض هو ينزل على الحلبه يعني وينضم له حدا، او هو يرشح حدا، يمكن يقول انا بدي رشح حدا من اي محور، يعني بده ينعمل شيء، يمكن يقول بدي رشح ميشيل معوض، يمكن بدي رشح فارس سعيد، انه بدهم يعملوا شيء كمان. السعودي مش دوره يعني، هيدا بيكون اول شيء عمل مش مقبول. السعودي يدعم كل عمل يؤمن سياده واستقلال لبنان. اذا شاف في فريق اثنين مختلفين مع بعضهم ايه بيدخل بيناتهم، بس ما في له لحدا ترشح. يعني المشكلة اللي عم بقوله بده حدا يجهز حاله. هذا الفريق التغييريين والمستقلين، وانه لازم هن يكونوا مجهزين حالهم. يعملوا المعركة اليوم. عمل مرفوض والمملكة تدعم سيادة لبنان، ولكن ايضا المملكة مثل غيرتها تتدخل في اسم رئيس الجمهورية المقبل، يعني حتى وقتها ميشيل عون بوقتها كان الموقف لسعد الحريري انه طفي العمول اللي بدك اياه اذا انت، وبس انت بتتحمل مسؤولية، وبالتالي في إلى كلمة ما قلت لك عندها هي لا شو رح يكون موقفها من سليمان فرنجيه؟ في معلومات، ما في بيان. ليش السفير البخاري بعد هلا ما التقى ولا مرة بسليمان فرنجيه؟ لأنه اليوم لقائه مع سليمان فرنجيه سيعطي انطباع أنه في مبايعة أو تأييد، وبالتالي ليست موجودة حتى الساعة. ما السعودية اليوم ولي عهد السعودي راح بالخليج وظهر على مصر والأردن وتركيا، رجع هو زعيم سني عربي بايعوه كلهم سوا، وبكل بيان بكل هاللقاءات كان هو هذا من موقعه كزعيم بهالحجم يكون في بيان عن لبنان ودور حزب الله. يعني مش غايبين عن دور حزب الله، بس ما بيعملوا غرفة عمليات، هن بيطرحوا فكرة انه نحن بدنا ندعم شرعية لبنان عفوا وسيادة لبنان. طب اذا كان يمكن واحد ما بعرف شو اسمه، انه اكيد جبران بيصير بالنسبة لهم يمثل امتدادا لحالة ميشيل عون. هلا كيف بيتعاطوا معها ما بعرف، بيحكوا مع الفرنسيين، عندهم حلفائهم على الساحة، عندهم قناة خفية مع الحزب، بتتعطى الانتخابات من قبل أصحاب ما بدهم يشاركوا، يعني بيدخلوا مثل ما صار وقت الدوحة. في حدا بيدخل. بس خدي مني شغلة، يمكن كنت معك هون مرة قبل الانتخابات قلت لي كلهم 14 أدار قبضوا، بتتذكري؟ قلت لك وقتها كلهم قبضوا مشوا ميشيل سليمان بأحمد عياش كاتب بأساس نقل عن أبو الغايد شو قال له حسني مبارك طويلة. قال له سبع أيار بعد ما عملوا الدوحة تفاجأت أنه بأقطاب بقوة مسيحية أو قوة لا مش مسيحية من هذا الصف كيف قبلت ومشيت وكلها أخذت الثمن. آخر شيء يعني تقلك أنه ما حدا هودي كل اللي بيعملوا سياسة وبيعملوا مبادئ حقهم مصاري. مشان هيك اليوم بكرة إذا في تسوية بندفع حقهم. مشان هيك عم قلك اياها بتندفع حقهم وبيجي رئيس تسوي. هلا حزب الله بده رئيس منه، يعني بده جبران بيصير، واذا بده جبران بيصير معناتها بده يطير النظام تيصير في فراغ، تيصير في مقاطعه للجلسه. واحدة من بنود القمه اللي صارت بجده الطائف، لانه عارفين انه نريد رئيس جمهوريه يلتزم باتفاق الطائف. مش بوجيك انا بتعرف تبعك باساس، انا ما عم جاملك، انا بتعبك باساس يعني. شكرا. لا بهنيك، وفي راي عام يعني انت مره صار حديث تدك في فيدباك وبتابعوكي تيركزوا على الطائف، عارفين انه في حركه عند حزب الله للاطاحه بالطائف وطرح نظام جديد، وهو الموانى اللي هن اليوم مارسوا الخنوع قدام موضوع المطران، رح كلهم يكونوا ساكتين، فكروا كل واحد منهم بيعمل رئيس على نظام جديد. من هيك طبعا انه بتسقط يعني الحالات السياسيه بالبلد. اليوم اللي عم بيصير هو حالة سياسية بالبلد، بدها حالة سياسية تتنتظم الأمور. هلا بيسبق توتر، بيسبق انتخاب رئيس، بده يكون حالة يعني ممكن حالة واضحة. يمكن بكره يصير في تفاهمات بين سليمان فرنجيه وجبران بيصير. طب شو بيعمل الفريق الآخر؟ بده مضطر يروح على تفاهمات مع بعضه، يعني مضطر يخوض المعركة. ما هذا السؤال اللي عم بيصير.